السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة، عواشركم مبروكة ان شاء الله يدخلوا علينا هاد العواشر بالصحة والسلامة ويطرف علينا هاد الوباء هذا وترجع امورنا لاحسن الاحوال ان شاء الله، تولي احسن من الاول لينا ولحبابنا والعالم اجمع ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفيديو هكا في جولة ديال اكسيون مشتريات، وكذلك واحد الاعمال اليدويه هكا باش نفرحوا الوليدات ديالنا. وكما كنقول دائما يعني خصوصا الناس ديال الغربه، يعني حتى الناس ديال البلدان الاسلاميه علاش لا، يعني هكا نفرحوا برمضان باش ندخل واحد البهجه لديورنا هكا باش نعزوا هذيك المحبه ديال الدين في الاطفال الصغار، باش نفهموهم شويه بشويه شنو هو رمضان، شنو يعني هكا المسائل ديالنا باش ترسخ لهم في العقل ديالهم. بالنسبه لاكسيون انا هنا مشيت مع الصباح بكري، يعني مشيت مع ديك 9:45، يعني من كان حل هو كيحل مع 8:30، يعني من الاحسن الواحد يمشي مع الصباح بكري كيكونوا الناس قلال، ماشي بحال العشيه كيكون كلشي عامر وحتى الحوايج ما كيكونوش يعني فيه بزاف. انا كنت بايا واحد البلاطو، ماشي بلاطو ولكن يعني فاش كنحطو الصرابط، يعني وزمو مشيت لها بكري سينو ما لقاهمش، لقيت غير وحده هي التاليه اللي لقيتها تما. قلت هكا نشارك معكم شنو خديت كذلك كمشتريات، ونتمنى انكم تشاهدوا الفيديو للاخر وتشجعوني بلي لايك ديالكم وبالاشتراك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. والان غادي نخليكم مع الفيديو. وانا ان شاء الله غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديتهم من اكسيون. انا خديت هاد الصفايه هادي، وخديت كذلك هاد القراده هادي ديال هاد القطع اللي كنقطعوا عليها اللحم او الخضره، عجبني الشكل ديالها. هاد الورد هذا اللي فيها هكا تحت جايه واحد الشكل اللي هو زوين. خديت هاد البواط دو رونجمون، هاد البواط ديال الرونجمون وهاد لو بورت سيرفييت هادي، يعني لقيتهم هما التاليين كيكون الشكل ديالهم هكا. وحتى هادي هكا عندها يعني يعني كتسد. خديت كذلك هاد لو سوبور هذا اللي كنحطو فوق الفاز، يعني بلا ما من بغاو هكا نجفو الارض ولا بلا ما كنهزو الفاز، يعني هكا كنجروه. دي بوات ديال كونسيرفاسيون، وخديت هذا يعني هكا ندير فيه كونفيتور او لي صوص. خديت هذا الفناجل هكا ديال ميستر اند ميسيز، شكلهم هكا زوين. خديت دي بيرل، خديت هادو ديال الشميعات هكا ديال الشمع، خديت الشمع فاني. هادو ان شاء الله بغيت نصايب بهم واحد ديكوراسيون لرمضان، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. وخديت هاد لي بوش ديال باتيسري، صراحه زينين بزاف، الكاليتي ديالهم يعني مزيانه. هنا خديت بودر شيا، خديت هاد المحكات ديال السلك، وخديت حتى هاد المحكة ديال السلك اللي كتكون هكا رقيقة وفيها الصابون، يعني رائعة باش تحكو بها المرميطات ولا الكوكوط، يعني صراحة زينة بزاف. خديت كذلك هاد لي بلاطو هادو هكا ديال الألمنيوم، وخديت هاد ليطاجيغ ديالهم حتى هي. و
وانا يعني ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الزينه ديال رمضان ان شاء الله اللي هكا يعني سهله وما تحتاج شي حاجه اللي هي كثيره. هنا عندي كرتونه، عندي هكا واحد الرولو خاوي ديال البابي سوبالون، وعندي طبسي باش غادي ناخذ به العبار. يمكن لكم ديروا اي حاجه دائريه، ستيلو، مقص. هنا غادي ناخذ هاد الكرتونه ديالي، وهنا غادي نرسم واحد الدائرة. يعني هاد الدائرة هادي نتوما تستعملوها كما بغيتو على حسب الحجم اللي بغيتو، حيت هاد الدائرة هادي غادي نشكلو بها واحد الهلال. يعني هكا كنديرو اولا هاد الدائرة هادي، وهنايا غادي ناخدها هكا باش نشكل واحد الهلال. صافي غادي ناخذ هاد العبار هذا، وهنايا غادي نقطعو. صافي هنا ملي كنحصلوا على الهلال الاول، هنا غادي ناخذوه ونطراسيو به واحد الهلال الثاني، حيت انا بغيت نديرو شويه يعني كبير هاد الهلال، يعني باش يجينا هكا واقف. هنايا غادي نقوموا بنفس الشيء بالنسبه هنا لداخل. كما لاحظتوا معايا قطعت واحد الشريط ديال الكارطون، اي كارطون عندكم، ولا حتى هذوك الطباصه، ولا ما كانش عندكم ما لقيتوش الكارطون، هذوك الطباصه ديال الكارطون اللي كيتباعوا نتحب الحلويات، هذوك خذوا واحد وقطعوا به الهلال هكا. هنا غادي ندير نفس الشيء بالنسبه لهاد الجهه هذه، غادي ندير لاكول وندير هكا واحد كيقولوا له الكارطون هكا.
نشوفوا الا كانت شي بلاصه محلوله نزيدوا لاكم ونسدوها. انا فهاد الجهه هذه درت هاد لي تيستراس اللي كيكونوا هكا يتباعوا، كنت شريتهم من نوز درتهم من هاد الجهه هذه. وهنايا هاد لي بيرل هادو اللي خديتهم من اكسيون غادي نقلصقهم. صافي هنايا هاد الهلال ديالنا كمل كيجي بهاد الشكل هذا، يعني نتوما التزيين ديالكم كل واحد على حسب الذوق ديالو. هنا غادي نمر باش نكمل التزيين والتحضيرات. هنايا خديت مشوار او ورق زبده نتوما على حسب يعني اللي كانتكم. انا بغيت مشوار هكا حيت رقيق، لصقته في واحد الورقه ورقه بيضاء وخرجته من لامبريمونت، درت كابتور ديكرون ديال التصويره خرجتها من لامبريمونت. هنايا غادي نقطع غير هاد الزينه هذه اللي بغيتها في الوسط، انا هي اللي غادي نحتاج انني نقطعها. ها كما كتلاحظوا معايا يعني المشوار راه لاصق، لصقته غير في الكول، لصقته غير في الطرف في الوسط، ما بغيتش نلصقو باش يسهل عليا انني نحيدو. غادي نديرها لاكول، يعني هاد الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم طريقه سهله ماشي الطريقه ديال السيشوار ولا ان شاء الله نشارك معكم كل مره هكا حاجه. انا خديت هاد الشمعات ديال الضو، ما بغيتش ناخذ الشمعه العاديه حيت بغيت هكا من في الزينه كتجي احسن من كنشعلوها.
يعني كتعطينا واحد المنظر هكا جميل ملي كان واحد الشمع هذا ديال الضو هكا كيعطينا واحد المنظر هكا يعني جميل بزاف. وشوفوا الطريقه راها سهله. وهنايا غادي نحاول انني نلصق هنا غادي نحاول انني نلصق هاد الهلال هكا. وصافي هذه هي الزينه ديالنا. يعني هاد الهلال هذا اللي صنعناه كما لاحظتوا ما فيهش بزاف ديال الحوايج اللي نحتاجوهم يعني كرتونه او تبصيل هكا. وكنحضروا به هاد الهلال هذا يعني اعمال يدويه يمكن حتى الاطفال الصغار انهم يشاركوا معكم. وكذلك زدت هاد لي طابلو يعني درت خرجتهم لامبريمونت يعني حاجه سهله حتى هي. وصافي مع هكا الشمع. وان شاء الله هاد الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم ونكون قدرت انني نعطيكم افكار يعني هكا باش تحضروها مع وليداتكم. وانا غادي نخليكم في امان الله وحفظه. نضرب لكم موعد في وصفات وافكار وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.